هنعمل دلوقتي وصفه ميني باتيه حلوه جدا. هقول لكم العجينه ونحشيها اي حاجه، انا هحشيها شويه جبنه وزيتون، لطاف قوي. بصوا بقى معايا 3 كوبايات من الدقيق، محتاجه دقيق قوي مكتوب عليه دقيق مخبوزات او مكتوب عليه دقيق بيتزا او لجميع الاغراض او جميع الاستخدامات. الدقيق القوي هيفرق جدا في نجاح العجينه معانا. فده 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه ملح، معلقه صغيره ونص من الخميره الفوريه، 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودره، ربع كوبايه من الزيت اي زيت نباتي، وطبعا معانا شويه ميه دافيه للعجن. وهندهن طبقات العجين بالزبده، حته زبده خفيف قوي كده. تمام. الحشوه بقى جبنه بيضه، جبنه شيدر مبشوره، شرايح زيتون زي ما تحبوا. وهنرش على العجينه من فوق ميه ونرش عليها كمان حبه البركه وندخلها الفرن. بس بتطلع خطيره، وصفه سهله جدا وعجينه بسيطه جدا للباتيه. هنطلع هنا كده بوله واحط بقى الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق القوي او مخبوزات او بيتزا، رشه ملح، ونضيع الملح كده في الدقيق، ونحط الخميره والسكر واللبن البودره. تمام. ومعايا كمان الزيت، ربع كوبايه زيت اهو، اي زيت عندك مفيش مشكله. ومعانا ميه دافيه علشان نعجن بيها العجينه كده اهو. اول ما العجينه تلم معاكي، محتاجه بقى منك ايه، تفضلي تعجيني فيها كده بتاع ايه 3-4 دقايق مثلا علشان تبقى طريه وحلوه معاكي. وبعد كده بنسيبها بقى تخمر، هتاخد لها تقريبا ساعه لان احنا في الشتاء، الا اذا انت بقى ايه عامله جو دافي في المطبخ ومشغله الفرن، ففي ايه احساس بالدفى كده في المطبخ، هتلاقي العجينه اتخمرت معاكي على طول. هنرش رش دقيق خفيفه كده على الكاونتر، وتعالي يا عجينه يا حلوه. شفتوا العجينه سهله جدا، ومكوناتها هتلاقيها عندك في البيت، مفيهاش ابدا اي حاجه اهو كده اهو. عجينه تحفه، هنقسمها مثلا لثلاث حتت او 3 قطع، هما 3 كوبايات دقيق، هنقول يعني كل كوبايه بكوره. تمام. وناخد بقى كل كوره فيهم هنفردها كده، ومعايا زبده بدرجه حراره الغرفه، بصوا نفردها كده عليها بالشكل الحلو ده، ونطبق العجينه كده وندهن زبده تاني، ونطبق كده ونفردها كمان مره. بصوا كده تلاقوا العجينه معاكوا ايه، تجنن، وهيبقى الباتيه مورق وطعمه تحفه كده. زي ما قلت لكم تقدروا تدهنوها زبده وزيت، مش زبده بس كده اهو. هعمل الحركه دي تاني وهدهن هنا كده زبده بالشكل ده كده اهو، ونطبقها تطبيقه مره كمان بنفس الطريقه كده، وكمان كده. تمام. ده كده الباتيه الساده من غير ما ايه ما نحط له جبنه ولا حاجه. جيب سكينه، عايزه بقى تحطي له جبنه وتحشيه مفيش مشكله خالص. بصوا هو هيبقى شكله عامل كده اهو، هو ده بيطلع يا جماعه رهيب. عايزه تحشيه حطي له الحشوه وانت ايه بتدهني الزبده. ممكن كمان على فكرة بدل ما ايه يعني نرشه مية ولا حاجة، ندهن الحروف كده الوش قصدي من فوق برضو بالزبدة بالشكل الحلو ده. ومعانا ايه حبة البركة، وفرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، 25 دقيقة بالكتير.
يعني تابعيه من اول ربع ساعه ل 25 دقيقه، او زي ما اتفقنا واحنا بندهنه زبده في المره الاخيره نحط حتت جبن وحتت زيتون براحتكم، مع ان الساده ده والله لطيف جدا، هو بقى ده اللي يتاكل بالجبنه خطير، بيدخل الفرن ياخد لون حلو ويستوي، يخرج من الفرن نطرطش عليه ميه بصوابع ايدينا تمام، ونغطيه بفوطه نظيفه لمده 5 دقائق مثلا ولا 4 دقائق، هيبقى تحفه. بصوا اهي السموره الحلوه بتاعتنا جابته لكم، يجنن. تعملوه ساده، تعملوه محشي جبنه، محشي زيتون، اي حاجه براحتكم، بيطلع رهيب.